السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ من فضلك عندي سؤالين. اتفضلي. والدي توفاه الله وجوز اخواتي ولسه ليه بنت ما اتجوزتش، فهل واجب قبل تقسيم التركة ان هم يشيلوا لها فلوس الجهاز ولا لأ؟ لا يخصم، لا تخصم تكاليف الزواج من التركات، لا يعني للأولاد ولا للبنات. يعني من ميراثها هي. الله يسلمك.